السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير جميعا. معاكم انا مي عبد الناصر من تيم اركتكتشر فيرسس كوفيد 19، واشتغل معايا في المشروع ده فاطمه احمد وزهراء محمد ونور عصام وسلمى خالد. من حوالي اكتر من سنه كلنا عانينا من مشكله فيروس كورونا بشكل او باخر، وكان لطلبه المدارس والجامعات نصيب من الازمه دي. وطبعا كلنا بدانا احنا نفكر في مجموعه من الحلول للمشكله اللي احنا فيها، وكان حل من الحلول دي ان الدراسه تبقى اونلاين، ولكن في كليات ما كانش مناسب معاها خالص الحل ده. ومن هنا بدأنا ان احنا نفكر في حل تاني عشان نحافظ على سلامتنا وفي نفس الوقت نكمل تعليمنا. بدأنا نفكر ازاي ممكن نقلل التكدس الموجود ما بين الطلبة، وازاي ممكن نعمل تباعد اجتماعي ما بينهم من غير ما نأثر على نفسيتهم. بدأنا نحط مجموعة من الحلول، من ضمنها رقم واحد يبقى عندنا ممرات وابواب متعددة وواسعة عشان خاطر نقلل التكدس والزحمة اللي موجودة عند الابواب. رقم اتنين يبقى عندنا ممرات ليها اتجاه واحد. رقم تلاتة تخطيط الأرضيات والحوائط عن طريق ان احنا هنوضح المسافات ومسارات الحركة اللي موجودة في المكان، وده هنوضحه ازاي؟ عن طريق ان احنا نحط ستيكرز موجودة على الحيطة وعلى الأرض عشان نفكر الطالب دايما ان لازم يبقى فيه تباعد ما بينه وما بين زميله. رقم أربعة هنقلل الأسطح المعرضة للمس عن طريق ان احنا نستخدم مستشعرات الأبواب ومفاتيح الضوء، فبالتالي ده هيقلل حركة الطالب في المكان فهيبقى فيه وقاية ما بينهم. رقم خمسة هنستخدم نوافذ واسعة وموجهة بشكل جيد، وده ليه؟ لإعادة تدوير الهواء داخل الفراغ الدراسي الموجود معايا. رقم ستة هيكون فيه نباتات داخلية لتنقية الهواء في المكان. رقم سبعة استخدام أسطح ناعمة وسهلة التنظيف، وده يخلي فيه عندي التعقيم موجود بنسبة كبيرة في الفراغ. رقم تمانية نستخدم مقاعد موجهة كلها لنفس الاتجاه، وده هيضمن ان الطالب ما يبقاش باصص في وش زميله. رقم تسعة هتبقى القاعة موجودة فيها محطات لتعقيم، ودي هتبقى موجودة دايما قريبة من الأبواب، فده هيضمن ان الطالب وهو داخل القاعة يبقى فيه تعقيم كويس موجود ليه. رقم عشرة ودي آخر حاجة معانا، هيبقى فيه تعزيز للمعالجات الصوتية في القاعة، فده هيضمن ان الطالب يبقى موجود في مكانه ومش مضطر ان هو يتحرك قدام عند البورد عشان يبقى بيسمع كويس، لا هو موجود في مكانه والصوت موجود كويس بنسبة كبيرة. سكشن المدرج دي انترفيو سيس المشروع. انا كده خلصت، اتمنى المشروع يبقى عجبكم وشكرا جدا على وقتكم. كنت معاكم انا مي عبد الناصر من تيم اركتكتشر فيرسس كوفيد 19، شكرا جدا.